على حمام بخار شويه كده مع معلقه زيت، وهنا برضو حشيت البسكوت الشوكولاته بنفس النوتيلا وبضغط عليه بس بالراحه كده عشان ما يتكسرش منك. هقفل كل واحده على التانيه الشوكولاته. انا الشوكولاته دي ما عملتهاش مخرمه، بس غطستها في الشوكولاته الحليب من على الحرف كده. ده مربى حليب، مربى الحليب يا جماعه جبناها جاهزه من مستلزمات الحلواني، بتحطيها في كيس حلواني وتشتغلي بالقمع. القمع ده رقمه 2D. هعمل زي دايره في النص واقفل عليها بال